اهلا وسهلا بكم مشاهدينا مشاهدي تلفزيوني اليوم السابع في بث مباشر جديد. احنا النهارده في سوق العبور. سوق العبور فيه حاجات كتيره قوي، من ضمنها الحاجات اللي بتبقى شبه بعضها الخص. مثلا عندنا فيه انواع كتيره قوي، الانواع دي احنا يعني كمستهلكين كمشاهدين ما بنعرفش نفرق ما بينها، ما بنعرفش هي بتستخدم في ايه. نتعرف على حضرتك حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار فكر الاتحاد الافريقي. اهلا وسهلا بيك اليوم السابع. اهلا وسهلا بحضراتكم بالتلفزيون يوم السابع. حضرتك كلمنا النهارده عن انواع الحاجات دي اللي المستهلك ما بيعرفهاش وبيتلخبط فيها. احنا عندنا بدايه، بس خلينا ناكد ان احنا عندنا وفره دلوقتي في كل المنتجات الزراعيه نتيجه العروه الصيفيه من المنتجات، ولكن الخاص تحديدا الكرنبات تحديدا هي اكثر شتويا من الصيفيه. يعني احنا عندنا دلوقتي الكابوتشا دي اسمها خاص كابوتشا اللي هي المدوره دي، بسبب في بقى دي للسلطه. في عندنا خاص بلدي اللي احنا معتاد اللي هو اللي احنا بنعرفه الخاص بتاعنا المعروف بتاعنا. في عندنا بروكلي للسلطه. في عندنا خاص كوري. ايه الفرق ما بين الخاص الكوري بقى والخاص ده؟ خاص برضه بيزرع هنا، ولكن ده تقويه يستخدم فنادق، بعض الاماكن السياحيه، المنشات السياحيه، بيبقى في نوع من انواع بيتحط على سلطه بشكل يعني باشكال متعدده وبطرق متعدده، برضو زي برضو الخاص ده، برضو خاص فرنجي بيتحط. حضرتك ده شكله غريب شويه. ايوه طبعا، لان ده بنقول ان في بعض المنتجات الزراعيه اللي احنا زرعناها في مصر دي كانت بعضها ممكن كنا بنستوردها في السابق، ولكن دلوقتي هي موجوده على ارض في مصر في داخل الدوله المصريه. احنا كمان بنصدر كل المنتجات الزراعيه، بالتحديد كمان الخضار والفاكهه. احنا رقم واحد على مستوى العالم في تصدير البرتقال، رقم واحد في تصدير الفراوله المجففه، رقم واحد في انتاج التمور على مستوى العالم. عشان تبقى عارف احنا ما عندناش ازمه، بالعكس ده احنا عندنا انخفاض في الاسعار زي البطاطس، البصل، البتنجان، الفلفل، الخيار، الكوسه، كل دي من 20 ل 30%، وفي بعض الاصناف من 40 ل 60%. يعني احنا بنقول للناس عشان تبقى الناس فاهمه، احنا عندنا دلوقتي زياده معروض من خلال عروسه البسله، الفاصوليا، ورق العنب اللي كان عليه ضجه، نقول للناس النهارده من 8 جنيه 10 جنيه داخل اسواق الجمله. الباميه عند حضرتك يا فندم القفص ده ب 15 جنيه. القفص ب 15 جنيه؟ في قد ايه بقى تقريبا؟ في يعني بس انت بس احنا بنبيع بالقفص، ده ما بيبقاش بالكيلو. بالقفص، قفص الكابوتشا من 30 جنيه ل 35 جنيه، كرنب الاحمر من 30 جنيه لغايه 35 جنيه. الكرنب اللي هو بيتعمل كروسو، طبعا الكرنب الابيض اللي هو الصغير ده بيتعمل سلطه كروسو. طبعا بيتعمل كروسلو. طبعا احنا عندنا يعني عده اصناف. يعني الفرق ما بين الكرنب الاحمر والكرنب الابيض؟ الكرنب الاحمر ده للسلطه، السلطه الخضراء. طبعا المنشات السياحيه كلها، طبعا فنادق، كل المطاعم المشهوره الكبرى في مصر بتستخدم الكرنب الاحمر عشان السلطه الافرنجي، لان احنا عندنا في حاجه اسمها سلطه بلدي وسلطه افرنجي. فالسلطه الافرنجي لازم كرنب احمر فيها، لازم بانجر، لازم فجر، لازم حاجات متعدده. ايوه في السلطه الافرنجي. الكرنب الابيض ده زي ما انا قلت لحضرتك بيتعمل عد، يعني بيتعمل حاجات كتيره جدا، سلطات متعدده بتتحط برده في شكل تاني للحشو بس بشكل متعين تاني. يعني انا عندنا حاجات كتيره جدا بيبقى فيها نوع من انواع التغيرات. ربة المنزل ممكن ما تكونش تعرفها، ولكن طبعا دلوقتي النت شبكات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ما خلتش حاجه، طبعا الطباخين والبرامج الطبخ ما خلتش اي حاجه، ربنا ما زال بتعرف دلوقتي كل حاجه. بيكلمونا على التوم، بيقولوا التوم الصيني، هل احنا في مصر هنا بنستورد التوم كله ولا في يعني توم صيني موجود عندنا؟ مش ايه حكايه التوم؟ لا، التوم الصيني ده احنا عندنا توم مثلا على سبيل المثال عند حضرتك اهو، ده توم بتاعته صيني ولكن هو مزروع في مصر. ده فصوص متقشر عندك اهو، برضو ده صيني بس مزروع في مصر، التقوي بتاعته صيني، لكن هل هو جاي من الصين؟ لا مش جاي من الصين، ده مزروع في مصر وتقويه جت من الصين، واحنا الفلاح بتاعنا العبقريه بتاعت الفلاح المصري هي اللي خلت عندنا المنتج، لان ارضنا خصبه طبعا، وتعلموا جدا ان دوله مصر هي دوله زراعيه في الاساس، ولكن التوم بتاعنا المعتاد اللي هو ابو عرش ده الابيض اللي احنا بنخزنه لعام مقبل. احنا ما عندناش اي ازمه في اي منتج، بالعكس. لكن التوم بقى اللي انت بتتكلم عليه اللي احنا بنستورده، بيبقى في عندنا فجوه من شهر 10 لنهايه شهر مثلا 2، ممكن بنستورد التوم الصيني اللي هو اللي محطوط في شبك الجميل ده، هو سهل في التأشير، فربات المنازل بيستسهلوا وياخدوا ده. لكن احنا بنقول ربات المنازل المصريه، التوم المصري الماده الفعاله فيه هي يعني اضعاف التوم الصيني احنا بنستورده. احنا بنصدر توم لكل اوروبا. شفت بقى
يعني مصر بتصدر التوم ده، بتصدر توم لكل اوروبا. فاحنا بنقول للناس لابد ان هي تبقى عارفه، تبقى فاهمه الكلام ده كويس. ما عندناش ازمه في اي منتج، كل المنتجات الزراعيه متاحه. بصل من جنيه ونص، البصل، البصل صحيح، بصل اهو احمر ده بصل احمر، في عندنا بصل ابيض تاني اهو حضرتك الناحيه الثانيه اهو، خد بعد بصل ابيض. فاحنا عندنا عده انواع للمنتجات الزراعيه، وكل منتج على حده يبقى له عده جودات. والفرق بين البصل الابيض والبصل الاحمر ده يعني البصل الاحمر بياخدش في الطهي مثلا بعض الزيت الكتير او السمنه الكتيره، البصل الابيض بيحتاج سمنه. معلومه جديده دي، ده رب المنزل هي اللي عارفه اكتر مننا، ولكن احنا بنسمع ده من ربات المنازل بيستخدموا التوم الاحمر، البصل الاحمر باكتر من التوم، اكتر من البصل الابيض، ولكن البصل الابيض تحديدا هو اللي بيعيش عمر طويل واحنا بنخزنه العام مقبل زي التوم بالظبط. شكرا لحضرتك في اليوم السابع، ونتمنى ان شاء الله دايما كده. بس انا عايز اكد على حاجه فضل. على التلفزيون اليوم السابع بنقول لكل مواطن مصري دلوقتي احنا عندنا انخفاض في الاسعار بالنسبه للمنتجات الزراعيه. الطماطم تحديدا كان عليها بعض الكلام كتير في الشهور السابقه، ابتدت الطماطم تنخفض تدريجيا. البطاطس، البصل، البسله، الفاصوليا، البتنجان، الخيار، الفلفل، الكوسه، كل ده في انخفاضات. البصل بكام مثلا بيوصل بكام؟ يعني البصل النهارده من جنيه وربع لغايه 2 جنيه. البطاطس جمله، البصل من 3 جنيه ل 4 جنيه جمله. البتنجان من 2 جنيه ونص لغايه 3 جنيه ونص جمله. الفلفل من 2 جنيه ونص ل 3 جنيه ونص جمله. عندنا البسله من 6 ل 7، الفاصوليا من 4 ل 5. كده المستهلك ممكن اربعه يجمعوا في بعض ويشتروا بصل. بنقول لكل مواطن مصر وبنقول لربات المنازل، لو في حد عنده اتحاد ملاك، النقابات، الاتحادات، الجمعيات، منظمه المجتمع المدني، ده دوركم. دلوقتي في ازمه عالميه في الغذاء، احنا الحمد لله مصر ما عندناش ازمه، الاتاحه موجوده، ما عندناش منتج حد عشان الناس ما تقلقش. بنقول للناس ما تقلقوش، عندنا الانتاج بوفره، ما عندناش اي ازمه في المنتجات الزراعيه تحديدا الخضار والفاكهه. النهارده احنا عندنا بطيخ كانتالوب، عندنا خوخ، عندنا هيبقى تباعا مشمش، برقوق، عنب، كل ده جاي ورا بعضه. ما عندناش اي ازمه في اي منتج. بنقول للناس تعالوا خدوا احتياجاتكم من داخل اسواق الجمله، ولو انتم في اي ممارسات خاطئه يا ريت تتعاونوا معانا وتساعدونا حمايه المستهلك ببحث التموين. احنا كغرف تجاريه، كاتحاد تجار سوق العبور، والجهاز التنفيذي سوق العبور بيقوم بمهام كبيره جدا، محافظه القاهره معانا في كل الرقابه على الاسواق، كل ده بيسبب يبقى فيه مكاشفه مجتمعيه. من خلال هذه المكاشفه احنا بنوصل لبعض الممارسات الخاطئه. بنقول للمواطن راقب معانا، خليك عنصر فعال، خليك لو لقيت اي ازمه في اي منتج يا ريت يبقى انت بتتصدى ليها بعدم اللجوء انك انت تاخد اي منتج في ارتفاع غير مبرر او في بعض الممارسات اللي هي الخاطئه اللي احنا اكدنا عليها واحنا بنقف ضدها عشان خاطر المواطن المصري. الان بلدنا بتبنى، لازم نقف بجانب المواطن اللي بيعاني، المواطن اللي هو الفقير لازم بنقف بجانبه. بنقول للناس تعالوا خدوا اسعار فيها اتاحه كبيره جدا، فيها انخفاض كبير جدا، يا ريت الناس تيجي تاخد من داخل سوق العبور واحنا هنساعدهم. كمان الاتحادات والنقابات والجمعيات احنا بنقول هنتحمل معاكم مصاريف النقل، بس يا ريت تيجوا تاخدوا المنتجات بسعر الجمله وتبيعوها للناس باسعار مخفضه. هنعمل توازن في الاسواق، ده هينعكس بانضباط الاسعار ثم انخفاضها. شكرا لك في اليوم السابع. شكرا جدا لحضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تعرف حضرتك؟ احمد النجيب تاجر شغل. طيب انا شايف قدامي ملوخيه نوعين، دي ايه ودي ايه؟ دي ملوخيه صوب ودي بلدي. الفرق الملوخيه الصوب بتتزرع في الشتاء، دي ده مش مواعيدها، مواعيدها الرسميه. الملوخيه محصول صيف، فبيبتدي بدايته من 20/4 بيبتدي اللي هو الصوب البلد بتشتغل من 20/4 ايوه لغايه طبعا لغايه طول الصيف. الصوب دي بتبتدي من 15/11. فرق ايه ما بينهم بقى في الاكل؟ فرق ديت طبعا الصوب بتبقى مزروعه تحت البلاستيك، طلع في وقت غير وقتها، بتبقى ليها حمايه معينه بالنسبه للبلاستيك، حاميه من البرد. أيوة. طول الشتاء عندك الملوخيه ما بتقطعش طول الشتاء ولا الصيف دلوقتي، محصول صيفي، لكن الصوب خلت المحصول الصيفي موجود في الشتاء. والاسعار بتبقى ايه؟ الاسعار بتختلف بقى حسب العرض والطلب. يعني مش ثابته على اسعار حسب العرض والطلب، يعني ساعات بتبقى بيجي شهر كده 11 بدايتها بتبقى الاسعار هاديه شويه. أيوة. بتبتدي تقوى كل ما يخش الشتاء طبعا الاسعار بترتفع،
بتيجي بشهر 3 بتدي الاسعار حسب العرض والطلب برضو، لان بيبقى عليه اقبال كبير جدا، بيبقى وقت يعني، بيبقى كمان في رمضان السنه دي شفنا طبعا طبره كده في الاسعار الملوخيه عشان خاطر جايه طبعا في شهر رمضان كله اشتغلت الملوخيه الصوب، فكان فيها ارتفاعات اسعار يعني متفاوتة. وصلت كام بقى دي؟ وصلت قبل رمضان بيوم كانت الاسعار وصلت مثلا 15 جنيه. النهارده؟ النهارده ب 2 جنيه. ب 2 جنيه؟ ب 2 جنيه الصور. البلدي من 2 من 2.5 ل 4. ليه؟ لان البلدي طبعا في فرق كبير طبعا، البلدي حاجه طبيعيه غير الصور، وطبعا فرق حتى في الورقه والطول يعني، دي بص حضرتك الصور طويله طويله شويه عشان خاطر يعني الحراره بتاثر على نموها بسرعه. مع طبعا ان هي تحت البلاستيك فبيبقى الحراره شديده شويه تكبر. الملوخيه صيفي بتحب الحراره، انما الطعم بيختلف كتير بقى. لا مش بيختلف كتير، بس طبعا يعني في فصل الشتاء طبعا بيبقى ما فيش غير الصور، فبيبقى طعمها غير البلد. التون نفسه بتاع لا التون مش مشكله، بس بيبقى اثر في البيع والشراء. لان طبعا لما تاخد كيلو ملوخيه بالحجم ده هيقل الورق معاه، لكن البلد ده تبقى اقصر من السوق في الوقت ده بالذات. شكرا ليك. العفو يا استاذ محمد. تعرف عليك؟ صلاح محمد عبد الله، تمام، تاجر فاكهه في سوق العبور. صلاح كلمنا عن، انا شايف قدامي كذا نوع من الكنتالوب ولا مش عارف الاناناس ولا انا مش عارف اقول اسمه ايه، اشرح لنا انت بقى عشان كله شباب. عاوز تعرف الفرق بين الاناناس والكنتالوب والشاه، تمام، والشاه الاول الفرنساوي، تمام. بالظبط. الكنتالوب ده هنا في اربع اصناف، تمام، من الكنتالوب. في حاجه اسمها شاه، ده حبايه مطوله طول شويه، تمام، وفي حبايه اسمها وحاجه اسمها كنتالوب، تمام، ده كنتالوب الفكهانيه، وده طلبات برضه شغال في طلبات. وفي حاجه ثانيه اسمها فرنساوي، شاه فرنساوي. ورينا كل حاجه كده، يلا. كنتالوب فرنساوي، بس ما عنديش انا كنتالوب فرنساوي ده، تمام. وفي حاجه اسمها اناناس. يعني ده ايه اللي في ايدك؟ ده فرنساوي، ده فرنساوي، ده كنتالوب فرنساوي. اللي جنبيه ايه؟ ده شهد. ده شهد. تمام، وده شهد، وده ايه بقى؟ وده هو الكنتالوب على اساس ده. ده الكنتالوب منه احجام عاليه وفي احجام منه. امال ايه اللي بيسموه اناناس؟ ايه؟ ايه اللي بيسموه اناناس؟ ده في حاجه ثانيه بره اسمها اناناس بقى، تمام، اناناس، تمام. اناناس. انت قلت لي الكنتالوب بيقول عليه اناناس؟ لا، الكنتالوب بيقول عليه اناناس، مظبوط، تمام. متشابه في اسامي، تمام. وفي كنتالوب احجام بقى طلبات زي اللي قدامك ده يا استاذ. بص، زود نص كمان. والله لسه مفصلين الثلاثه هنا، كل حاجه غير الثانيه بالظبط. اربع اصناف، اربع اصناف في الكنتالوب، بس كلهم اسمه يعني كلهم كنتالوب في الاخر، بس طعم بيختلف. بس كل طعم بيختلف. الشاهد ده طعمه احلى من الكنتالوب، تمام. الفرنساوي ده طعمه احلى واحلى، تمام. كل حاجه وليها مواصفات وخصائص يعني. المشاهد ان هو لما يجي يشتري المواصفات هبص غليظه زي دي. ايوه، طلبات دي بقى، طلبات نادي بقى وشيفات وحاجه زي كده. دي افضل حاجه يعني ممكن تمام، جميل قوي دي. لا مش دي افضل حاجه، دي بقى بتاعت الفنادق والحاجات دي، تمام. بتعمل بيها ايه بقى؟ بياخدها الشيف في الفندق، تمام، ان هي تكمل معاها لحم كبير، تمام، وميه كتير، تمام. اما بالنسبه للكنتالوب الصغير ده احجام الوسط دي، تمام، بياخدها الفكهاني بقى، تمام. بيبيع على الزبون. بيبيع على الزبون. شاكرين جدا. ويبارك فيك يا باشا. موسم سعيد ان شاء الله. زي ما حضرتك شايفين اعزائنا المشاهدين، اربع اصناف وكل صنف ليه طعم مميز، وكل صنف ممكن يتعمل بيه حاجه، زي ما الاستاذ قال دلوقتي، قال لك بيتعمل بيه الشيف بيعمل بيه حلويات في الفندق، انما ده بيتاكل بيكون طعمه حلو. كل نوع وليه مذاقه الخاص، وكل نوع وليه يعني جودته والحاجه اللي بتميز بيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف عليك؟ عثمان جمال عثمان، سوق العبور. عم عثمان الراجل المحترم. احنا شايفين كذا نوع خوخ، هل كلهم حاجه واحده ولا بتختلف من نوع لتاني؟ لا، يختلف في الاسماء ويختلف في الشكل ويختلف في اللون ويختلف في الطعم. طب عرفنا بقى، احنا ده فلوريدا. ده يعني ايه بقى فلوريدا؟ فلوريدا اسمه فلوريدا، ولكن ده يميل الى البلدي بتاع زمان. يميل الى البلدي بتاعنا. في منه انواع، في منه فاخر، في منه لوكس، يختلف على حسب الحجم. الاسم هو هو، ولكن الحجم هو اللي بيحدد السعر. حجم رفيع لسعر، الحجم العالي لسعر، الحجم الوسط لسعر. والاسعار تختلف يوما، كل يوم بسعر. الثاني بقى مفيش حاجه ثابته. النوع الثاني ده سكري. ده سكري. سكري. ده اسمه سكري، وفي سكري صفر، زيرو صفر. يعني ده نوع وده نوع. ولكن قريب من بعض بنسبه 90%، يختلف في اللون. ايه الفرق بين ده وده؟ في اللون. اللون
في اللون ده احمر يمين للاحمر اهو. ده سكري داكن. ده سكري احمر داكن. هناك سكري فاتح. احمر فاتح. في بعض الخضار. هما نفس البلد ولا بلد مختلفة؟ بص النهاردة يعني مصر كلها فيها زراعة. تفهمني؟ ولكن الزراعة كلها تتمركز فين؟ في طريق مصر اسكندرية الصحراء والحمام والعالمين. ده بنسبة 70% اللي هي البحيرة يعني والمناطق دي. بحيره وطريق اسكندريه الزراعي، طريق القاهره اسكندريه الزراعي، والحمام والعالمين والضبع والحاجات اللي بتستصلح جديد هي نسبه 70%. بعد كده في زراعه في المنيا بس مش زي الاماكن اللي بقول لك عليها. انت بتبيع تفاح كمان؟ ببيع تفاح. انا شايف كذا نوع تفاح قدامي، انت بقى اشرح لنا الانواع دي عشان احنا يعني اتلخبطنا بصراحه. بص هو التفاح المصري يعني في بدايته بيبقى فيها انواع تنظيف يعني. ده في بلدي في حدا انا اسمها انا ده اللي كنا قدام. شوف الراجل انا معاك. شوف الراجل حضرتك. لا مدير. لا بص تمام. ده التفاح الفاخر ده اللي هو المتواجد معانا بعد 15. ده تفاح مصر الفاخر هو المتواجد معانا بعد كده على طول. الصور ده اللي كنا بنشوفه ايام المدرسه ده كان زمان بقى قبل الدنيا ما تتقدم والتطور تتقدم والكلام ده كله. كان في جيلات بتطلع جديده كده وفي تقدم. انت عايزهم كلهم؟ ارفع له كستيل لو عايز. والاصفر هناك التفاح الاصفر ده بقى ايه؟ ده جولدن بنسميه جولدن بس لسه تنظيف برضه. لما بينضف بيبقى قريب من المستورد. مصري تفاح مصري. في تفاح في ارض الحمام ده بيبقى قريب من المستورد بنسبه 70%. صلابه ولون سواء احمر او ابيض. انت ليه الحمام؟ عشان الحمام دمب مارينا والمناطق كلها بروده وهواء وتليل. انت يعني اديتنا خلفيه كده من التفاح اللي بنزرع. تفاح انواع كتير مش نوع واحد بس. الناس كلها فاكره ان هو نوع واحد بس. البلد في جولدن منه وفي بلد رفيع زي ده وفي انا زي اللي تحت دي. وفي اللي هو الفاخر اللي هو ايه بيبقى متواجد باقي السنه ده. ايوه الصيف كله ده بيختفي بسرعه. ده بيختفي لانه يعني بيبقى وجع من على الشجر. ايوه حبايه ما خدتش حق رفيع كده يعني. الحاجات اللي بتتزرع في مصر شبه بعضها. انت شرحت لنا دلوقتي الفرق ما بين السكري الخوخ والخوخ. زي المانجا ممكن تبص كله شبه بعض ولكن اسماءه تختلف بالزبط. على حسب الشجره نفسها والتقعيد بالظبط. شكرا ليك وتعبناك معانا. العفو.